أسئلة وتحاليل وتكهنات وإثباتات وافتراضات ونظريات وجوابات مختلفة للغز كان وبعده عم بدور حول موضوعين شاك داجن بحياة الإنسان من أول من وجد على هالأرض، منهم اللي جربوا يثبتوا نظريتهم بطريقة علمية ومنهم اللي جربوا يوضحوه من خلال الأفلام ووسائل مختلفة، والبعض الآخر يلي ثبت قناعته ونظريته من خلال الإيمان. من أول من وجد الإنسان لتاريخ اليوم ما حدا قدر من هالوجهات النظر المختلفة يكون عنده الإثبات الواضح والملموس والواقعي والحقيقي يلي ببرهن وبأكد وبيثبت إنه نظريته هي الصحيحة ويلي بتعادل نظرية 1+1=2، إلا إنه بقي وحده الإيمان هو يلي قدر يقنع شريحة من المجتمعات ويجاوب على سؤالي موضوع حلقة الليلة: هل في نهاية للعالم؟ وهل هنالك حياة تانية بعد الموت؟ قدر من خلال الكتاب المقدس وكلام يسوع المسيح يلي جاوب عن هالأسئلة بطرق مختلفة، وأيضا من خلال الآباء القديسين وحياتهم وعجائبهم بعد الموت. لكن الأسئلة يلي تنطرح: إذا ربنا يسوع المسيح هو بذاته إجا على الأرض وما اقتنع كل البشر وشككوا بوجوده وكلامه، هل اليوم كلامه بالإنجيل رح يكون قناعة وإثبات لحتى نقنع فيه وجهات النظر المختلفة؟ هل قناعة شريحة المجتمع المؤمن والمثبتة على كلام الإنجيل هي الأصح والنهائية؟ ماذا ولو بعد فترة زمنية قدر العلم يثبت نظرية أخرى؟ ماذا عن المشعوذين والمتنبئين ببكرة؟ هالأسئلة وغيرها رح نطرحها ونتداولها مع ضيوفنا الليلة يلي بيمثلوا وجهتين نظر وقناعة مختلفة حول هالموضوع الأكثر جدالاً وصعوبة. رح نسعى الليلة وعطريقتنا نكون عم نوضح وجهة هالنظر المختلفة حول هالسؤالين، لكن على الحالتين بيبقى السؤال الأساسي: لمن بتفكر إنه في نهاية للعالم أو ما فيه؟ ولمن بتفكر إنه في حياة بعد الموت أو ما فيه؟ حياتك اليوم وبكرة مع هالفكرة كيف بتعيشها؟ مساء الخير مشاهدينا، بيسعدني اليوم استضيف معي بالاستديو بهالحلقة المميزة اللي هي الحلقة الأخيرة من السيزن 1 لكيف بتعيشها، ضيوفي الدكتور نجيب حداد. مساء الخير، هلا المرة الثانية نستضيفك معنا بهالحلقة نظرا لحب المشاهدين لك بالحلقات المسبقة. جون بيير مساء الخير. مساء النور، كثير سعيد انا جدا اليوم بوجودك معنا بهالحلقة الختامية يلي رح نحكي فيها عن نهاية العالم، يلي رح نحكي فيها عن حياة بعد الموت، واذا هنالك حياة بعد الموت، واذا هنالك حياة بعد الحياة اللي عم نعيشها نحن اليوم. بالبدء بالمحور الاول رح نحكي عن نهاية العالم اليوم. دكتور نجيب، برأيك شو هي الحياة اللي عم نعيشها نحن اليوم؟ هي جسر نحن عم نعيشه. إذا بدنا نفكر بالحياة اللي عم نعيشها بدنا نفهم كل المكونات الحياة اللي عم نعيشها. نحن عايشين نحن كائنات معمولة من طاقة، أوكي؟ وهذه الطاقة موجودة بعدة أنواع. في نوع منقدر نشوفه وفي نوع ما منقدر نشوفه. الجسم هو طاقة متجمدة نوعاً ما. الصخر هو طاقة متجمدة جداً. الهواء هو طاقة غير متجمدة. إذا منيجي منطلع منلاقي كل هالأنواع من الطاقة هي جزء من طاقة كبرى موجودة بهالدنيا من وقت ما بلشت هالدنيا لليوم. نحن جزء لا يتجزأ من هالطاقة، أوكي؟ ومعروف بالعلم أنه الطاقة ما بتنتهي، بتتغير من نوع لنوع، من فورم لفورم، وبتنتقل حسب المعطيات اللي موجودة، بتتحول من مجال لمجال، بس ما بتختفي ولا بتنقص ولا بتزيد. الطاقة هي ذاتها موجودة من وقت ما بلش هالكون لليوم. نجي منطلع بيقول مثلاً في هيك theories بالعلم بتقول إنه بلشت الدنيا على البيج بانج. في نظريات بتقول بيج بانج هي تبليشة تانية another start،
لدينة كانت موجودة قبل وتكلصت واختفت ورجعت انفجرت بدينة جديدة. في دراسات بتقلك انه اليونيفرس او شو اسمه اليونيفير عم بيتوسع مع الوقت، هو ناتج او نتيجة هالبيج بانج، هالانفجار اللي صار من بلايين السنين، وكل اليونيفرس عم بيتوسع. اوكي، كل ما عم بيتوسع كل ما عم بيشد على بعضه، عم بيتخزق عن بعضه، ومحتمل انه كل هالطاقه يلي هي موجوده بين كل الاجزاء تبع اليونيفرس عم بتشد على بعضها حسب الطاقه المغناطيسيه تبعها، عم بتشد على بعضها وعم تبعد عن بعضها. كل ما هاليونيفرس عم بيتوسع كل ما عم تبعد عن بعضها، وكل ما رح نوصل لمرحله رح نضطر نرجع تتكلص على الآخر ويرجع يخلق بيج بانج جديد. سو الدراسات بهذا المجال كتيرة، والتلسكوبات اللي موجودة خاصة منطقة تشيلي بجنوب أمريكا بتضوي على أطراف وأبعاد كتير، يعني إذا بدنا مجالات كتير بعيدة باليونيفرس، عم بيجربوا يعرفوا إذا في حدود لهاليونيفرس، عم بيجربوا يفهموا هالطاقة كلها سوا ويلي نحنا جزء لا يتجزأ منها، هل يا ترى إلى نهاية؟ يمكن بس يوصلوا لهونيك لا يفهموا بيقدروا يفهموا إذا صح. اليوم جون بيير بتوافق الدكتور، يعني اليوم نهاية العالم يلي عم نعيشه نحن بالنسبة لك شو هو؟ الحياة اللي عايشينها نحن هلأ هي عبور جسر للحياة الجديدة مع يسوع. برأيي نحن هلأ عايشين حياة مش حقيقية، حياتنا الحقيقية هي مع يسوع بس نتلاقى فيه. والبيج بانج اللي عم يحكي عنه هو ما بيتعارض مع إيماننا نحن المسيحي، لأنه في إثباتات بتقول بالفيزياء الحديث، فيزيك كوانتيك، إنه الصوت والكلمة بس يجتمعوا مع بعضهم بشكله هن مادة بتخلق منها شكل، وهذا الشيء كله بإرادة ربنا، بقدرة ربنا. ربنا قادر يجمع هالجزئيات من المادة ويحولها لهذا الشيء، وهذا الشيء أكيد ما بيتضارب مع إيماننا المسيحي. بس حتى أوضح شغلة، كوانتم فيزيكس اللي عم بتطرق لإله، نحن بالقرن الماضي كان تطور العلم عم بيحكي عن the physics, the mechanical physics يلي هو أصغر شيء بنعتبره الأتوم. إجا ألبرت أينشتاين وشو اسمه غيره من العلماء طرقوا لموضوع إنه شو هالأتوم معمولة، من شو معمولة، فاتوا لقلبه وجربوا يشوفوا الجزئيات اللي بتعملها. الجزئيات اللي بتعملها تبين انه كل شيء نحن عنا اياه حوالينا هو هيدول الجزئيات معمولين من شيء اسمه فريكونسي او ذبذبات. هالفريكونسي هي نفسها الفكره. اذا بيجي بحط الكترود على راسي وفكر بفكره وفرجيني صوره مثلا لشيء بشع شيء ما بحبه، في افكار بتمشي بالراس. هالافكار اللي بتمشي بالراس فيك تسجلها بذبذبات او بفريكونسي. ونفس الشيء الطاوله، نفس الشيء الضوء، نفس الشيء الشجره، نفس الشيء الحيوان، نفس الشيء النجوم اللي برا، كله معمول من نفس نوع الفريكونسي، بس الذبذبات بتختلف بقديش عم تنعمل بشكل متردد. بقى بما انه الفكره هي فريكونسي والمواد اللي موجوده حوالينا كلها فريكونسي، نجي هون بنحط مقارنه بكلام قاله ربنا المسيح، بيقول اذا كان عندكم ايمان اتحبت الخردل بتقولوا لهالجبل زيح بزيح. ليش؟ لانه الايمان هو فكره والفكره هي فريكونسي، والجبل هو ماده والماده هي فريكونسي. يعني اليوم عم نجمع الشيء العلماني بالشيء الديني، يعني عم بيكملوا بعض. نعم. بس اليوم بس نوصل على نقطة الفصل اللي هي فكرة نهاية العالم أو هالموضوع اللي كتير عم يتداول. نعم. وكتير العالم عم تحكي عنه وكتير. نعم. وسائل تداولوه بشكل مختلف اليوم، يعني من هلأ رح نشوف وجهة نظر مختلف اليوم كرجل علماني كيف بتشوفه؟ ليك، في عندك نهاية العالم، عندك نهاية الحياة. نهاية العالم فيك تعتبرها بس كل هاليونيفرس بيتكلص على بعضه، بس يوصل لمحل بالتوسع ما بقى فيه يتوسع أكتر من هيك، بيعمل ريبالجن يعني بيرجع كل اليونيفرس بيجي على بعضه بطاقة كتير قوية، بيصير كبروا كل اليونيفرس، كبر النقطة وبيرجع بينفجر مرة تانية. بالقرن الماضي كانوا يعتبروا انه رح بس يتخزق نهاية الدنيا،
بعدين تبين بالدراسات انه بس يتخزى هذا اليونيفرس بده يرجع يصير لنقطه، وهالنقطه فيها طاقه جدا 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 قويه بترجع بتنفجر. سو العلم بينظر لربنا كالطاقه الكامله المتكامله، اوكي، دي التيميت انرجي. ليش؟ لانه انت كل شيء حواليك بتتفاعل معه ضمن اطار الطاقه، ضمن اطار الفريكونسي او الافكار. مشان هيك بيقولوا لك في ناس بتشوف، في ناس بتعمل عجايب، هيدول هن اذا بدنا ناس عندها طاقه تقدر تستعمل الفريكونسي تبعها بشكل تكون ان لاين، يعني بشكل متوازي مع الطاقة الذبذبات تبع شو اسمه البيئة اللي عايشين فيها. إذا بتقدر أنت توصل لمرحلة تخلي هالفريكونسي تبعك تصير إن لاين مع الفريكونسي تبع كل شيء حواليك، بتصير جزء لا يتجزأ منها، وساعتها فيك تغير فيها وفيك. مشان هيك حتى حياتنا بيقولوا لك إنه فيك تغير بحياتك اليوم، إذا أخذت قرار تغير بحياتك، بتتخيل كيف هي حياتك، وكل ما أمنت بهالمخيلة اللي حياتك اللي أنت عم بتشوفها بدها تترجم آخر النهار قصص بخط الحياة تبعك. عم الميلة الثانية بيجي بيقلك المسيح اقرعوا يفتح لكم، اطلبوا تجدوا. شو يعني؟ كل محور هيدي الجملة الإيمان، محورها إذا كان الإيمان يعني هي الفكرة، الفكرة يعني هي فريكونسي تبع الرأس. كل شيء بتتخيله بده يتحول يصير جزء من جزء حياتك، أوكي؟ مشان هيك العلم اليوم بيقلك، أو في علماء بالكوانتم فيزيكس منهم ألبرت أينشتاين بيقول The world you imagine is the world you create. يعني العالم اللي بتتخيله هو العالم اللي رح يصير قدامك. مظبوط. وهيدي كله مبني أو نقطة التواصل بين الدين والعلم هو نقطة الإيمان. بالعلم بفسروا الإيمان أنه ثبات بالفكرة، أو مثل ما بقولوا بالإنجليزي persistence بالفكرة. بالإيمان بالدين بيقولوا الإيمان الغير ما له معلي ولا شائب ولا سؤال، إيمان المطلق. جون بيير، كيف بتشوف اليوم في نهاية للعالم؟ نهاية العالم هي بالمجيء الثاني. نحن بحسب إنجيلنا، أنا مرجع هو الإنجيل والكتاب المقدس حسب إيمان المسيحي، بشوف إنه المجيء الثاني هو نهاية العالم، هو مش نهاية العالم، نهاية الأزمنة. نعم. اللي بيحكوا فيها كمان بكتير ظهورات، بكتير مراجع بالإنجيل بيقولوا عنا، بمتى بيحكي فيها، متى 24. يعني اليوم بالنسبة لك أنت نهاية العالم ما في نهاية ككوكب، في نهاية يعني في بداية لمن يجي اليوم ربنا يسوع المسيح مرة تانية. تاني راح يكون في لقاء، في حياة جديدة معه، بس ما في نهاية لكواكب. لا يعني اليوم هاي نقطة الفصل، العلم ما بيأمن في نهاية، ما هي يعني هيدا الفكرة اللي توصل ايه بيه. بس اللي كنا عم نحكي عنه انه العلم بيوصل لمحل اللي بيكون في اشياء مثل الكواكب الاصطدامة بالارض، اشياء كوارث طبيعية، اشياء هيدا جزء ليك. تصادم الكواكب ببعضها هو جزء لا يتجزأ من هال اليونيفرس اللي نحن عايشين فيه. ليش؟ لأنه هو ناتج عن انفجار بلش، هالانفجار اللي بلش طلع منه غاز، بس بعد الغاز عن الطاقة الأساسية اللي هي النار تحول لشيء مثل المي، يعني ليكويد، ورجع تحول من بعده لسوليد كل ما سقع أكثر. بمحل ما هالصخور اللي طايرت بكل هالفراغ بدها توصل محل بدها تتصدم ببعضها. نجي بنطلع عبر الوفات السنين او ملايين السنين، بنلاقي انه الارض اكلت كتير ضربات بميتيوريت وغيرت بمسار التاريخ. ما تلاقي بمنطقه الجولف بامريكا، ساوث امريكا اللي هو الجولف اوف مكسيكو، هو ناتج عن ضربه ميتيور حولت مسار التاريخ. كان ايامها في ديناصور او ديناصورز تحولوا من بعدها. هذا عم نحكي عنه بس اليوم يمكن ديناصورز بالنسبه لهم هيدي الضربه هي نهايه العالم، بس ما وقفت هون. ما هون بنرجع لنقطه اساسيه، everything is relative، كل شيء هو نسبه. نعم. وهون ما فيك تجي تعتبر نقطه هي المحوريه وعلى اساس. يمكن انا مثل واحد مثلا ماشي بالترين، اوكي، اللي بقلب الترين كل شيء واقف بالنسبه لإله، بس اللي عم يتفرج على الترين شايف الترين كله ماشي. جون بيير، عم شوف يعني كلام دكتور نجيب هو كله اثبات علمي، يعني مرتكز على العلم، مرتكز على اشياء. يعني انت اليوم ارتكازك على الانجيل، انت
تعتبر انه الانجيل هو الشيء اللي معقول يوصلك للحقيقه، هو الشيء اللي خلص لازم ارتكس عليه انا وامشي فيه بحياتي؟ ايه اكيد. انا مني كان اجي اعطيك رايي، انا عم بعطيك رايي كانسان عادي، انه انا هيك كلمه الله هي انا ماشي عليها وماشي بحسب الانجيل تبعي، وهيك الانجيل تبعي بيقول. ماني علميا ماني فايت كثير بهالمواضيع، ما بحس ما بقيم بهالمواضيع ابدا. يعني اليوم، يعني اليوم انت كانسان مؤمن، كانسان مؤمن بفهم من حديثك انه نهايه العالم هي مش موجوده، في عنا مجيء تاني، في عنا شو نهاية كمان أزمنة. نهايه ازمنه يلي من خلالها شو رح يصير بالحياه يعني تبعنا. يعني احنا اليوم بننتظر مجيء التاني، يعني هالعالم ما رح ينتهي الا ليصير في مجيء تاني. كل كل هالحكي اللي صار وكل الفهم اللي صارت وكل هالتوقعات وهو ما لهم مكان ولا لهم وجود، لانه الانجيل تبعنا قالنا انه احنا في عنا مجيء تاني. لانه حسب ايماني انا ايه هيك بقول، ليك العالم ما بتناقض مع الانجيل بمحل ما. يمكن الاثباتات العلميه اللي عندنا اياها بالطاقه الفكريه اللي عندنا اياها قدرنا نوصل لمفهوم معين ما كتير بيتناقض مع الانجيل. اخره النهار انا كرجل علمي بقدر اقول لك التحاليل والتفكير واللوجيك اذا بدنا المنطقي يلي بيوصلك لنتيجه بشكل علمي. من زمان ما كان عندنا القدرة التكنولوجية حتى نقوم بهالأبحاث بشكل متطور لنفهم، كان من قبل في صراع بين العلم وبين الإيمان أو بين الدين. عبر العصور الكنيسة واجهت العلماء بمحل ما واجت قالت لهم أنتوا يا جماعة غير مؤمنين وأنتوا ما بحق لكم تكونوا مسيحية، وشالت عنهم صفة المسيحية. ليش؟ أنا برأيي عبر التاريخ وعبر قراءاتي الكنيسة كانت بطيئة بمحل ما لا تفهم سرعة العلم اللي عم بيتطور. العلم هو علم، هو منطق، هو دراسات وأبحاث ونتيجة، هو لوجيك بده يوصلك لنتيجة ملموسة، وما فيك تطلع بتيوري أو بنتيجة إلا ما تكون مثبتة بشكل علمي وحسب الإحصاءات. الكنيسة تفاعلت رجعت مؤخرا مع هذا الموضوع وبلشنا نتلاقى كعلم وككنيسة كإيمان، وبلشنا نفهم شو يعني الإيمان. الإيمان حسب الكوانتم فيزيكس له تفسير وحسب الدين له تفسير، واثنيناتهم ما بيتناقضوا مع بعضهم. بس اللي محل اللي بوقف فيه هو أنه الكنيسة بتقلك الدنيا رح تنتهي بمجيء الثاني. نحن بالنسبة لنا كعلم نجي منقلك أنه everything is a cycle، كل شيء هو سيكل. ومشي مش شايفين كعلماء أنه يمكن المجيء الثاني هو سيكل ثاني. بونكير هلا من بعد ما حكي الدكتور عن 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 هالمواضيع كلها، اليوم كيف بتشوف هالمشعوذين والمتنبئين ببكره؟ يعني كرجل مسيحي اليوم، كانسان مسيحي، كيف تنظر له لهالمتنبئين والمشعوذين ببكره اللي بيقولوا لك بكره شو حيصير؟ يعني بكره في نهايه عالم كتار، يعني اللي قالوا عطيوا حتى تواريخ منه شعب المايا اللي قال بال 2012 حتنتهي العالم وبعد ما انتهت، واللي قالوا كوارث طبيعيه. هو مين بالنسبة لك؟ هودي كلها بعتبرها أنا أمور شيطانية. الإنجيل حتى حكي عن إنه هودي ما بتصدقون ما بتسمعون. بس عم بس في إشي عم تزبط معهم. يعني اليوم في إشي واقعية، حوادث. الشيطان قادر يعمل كتير إشي حتى يثبت لنا وجوده على الأرض، يحاربنا. الشيطان قادر يعمل كتير قصص. اليوم دكتور هودي مين إن العالم يلي قالت إنه في نهاية عالم؟ الشعب المايا اللي قال عن نهاية العالم 2012 وعملوا الفيلم اللي هو أخذ ضجة والعالم كله. ليك بالعلم، علم تطور. أوكي العلم مثل الدين إذا بدك. الدين من إذا بجيبت بعمل هيك مثل تايم لاين أو زيح وقت برجع فيه 12000 سنة لورا، بلاقي إنه الديانات كانت مبنية على الخوف. أوكي مثل الديانات اللي كانت أيام قبل الفراعنة والديانات اللي ما لها ريكورد اليوم، نجم نلاقي إنه كلها سوا كانت مبنية على الخوف. بعدين وصلنا لوقت اليهودية، بلش شيء اسمه الديانات الأخلاقية. طورت الديانات الأخلاقية من بعد اليهودية للمسيحية، والمسيحية رجعت ظهرت من بعدها الإسلام. نجم نتطلع كلهم الثلاث ديانات حتى البوذية اليوم هي ديانات أخلاقية. بقى هل الظواهر اللي عم تطلع مؤخرا
يعني ما لها تفسير صراحةً علمي إلا إذا هالناس يلي بيعتبروا حالهم عم بيقدروا يشوفوا مثل نوستراداميوس وغيره عم بيقدروا يشوفوا بالمستقبل عم بيقدروا يكتبوا كتابات يقولوا عم تزبط معهم بمحلات ما يمكن قدروا لقطوا فريكونسي معينة قدروا ترجموها بكلمات كان عندهم قدرة معينة بس ما في تفسير علمي صراحة لهالظهورات بعتبرها أنه يعني يمكن بتوافق جون بيير رأي أنه هيدا عمل شيطاني يمكن ما فينا اعتبره عمل شيطاني لأنه بالعلم يعني برجع بقول everything is relative ما عندي شيء اسمه شيطاني وشيء اسمه منيح في نهار لأنه في ليل في أبيض لأنه في أسود في منيح لأنه في شر إيه لأنه everything is relative هوني عم نرجع نتلاقى بمحل ما بس إنه هل يا ترى بقدر سميهم ناس شيطانية من زمان جاليلي كان يعتبر إنسان شيطاني بس خرت النهار تبرهن إنه طلع معه حق والكنيسة كانت هوني ما كانت مشاهدينا هل هناك حياة بعد الموت هل هناك يوم الدينونة والحساب هل هناك جهنم أم الجنة؟ هل هناك لقاء مع الخالق؟ هل كل هالأسئلة رح نتداولها بالمحور الثاني من حلقتنا بعد البريك؟ صلي لربنا أكيد بركي بيستجب لنا ونطلع على السماء سلم نفسي لربي بقوله يا رب بين يديك أستودع روحي مشاهدينا مكملين معكم المحور الثاني من حلقتنا للليلة اللي هو رح نحكي فيه عن الحياة بعد الموت وهل هنالك حياة بالفعل بعد الموت جون بيير تعتبر اليوم في عنا حياة هل هناك حياة بعد الموت؟ أكيد حياتنا التانية بعد الموت هي مع يسوع بتتقسم لثلاث نقاط هن الملكوت وجهنم والمطهر نعم إنسان بينتقل من بعد الموت لهودة ثلاث نقاط هو بيختار أي نقطة بده إياها يا بيختار إنه يكون بجهنم يا بيختار إنه يكون مع يسوع أكيد بده يقطع بالمطهر تيوصل لفوق يعني اليوم شو اللي بثبت لك هالشيء شو هالدليل اللي معك لهالموضوع في كتير مراجع بتقول انه في حياة تانية بعد الموت طيب اليوم دكتور هل هناك حياة بعد الموت يعني اليوم روحك بس تتوفى شو في نظرتين اول نظرة اذا بدي اجي اطلع بيولوجيا نعم بيولوجيا بس الشخص يموت كل الرياكشنز او التفاعل اللي بقلب الخلايا بوب وقفوا يعني بالنسبه لي بيولوجيا عند الوفاه وقف هالشخص كشخص بس بيجي بتطلع اذا برجع بتطلع على الكوانتوم فيزيكس اللي تطرق له جون بيير بيجي بتطلع بلاقي انه الانسان معمول من طاقه بيولوجيه وطاقه يلي هي الانرجي هاي بالنسبة للدين مين بينظروا لها كروح وهاي بس تظهر من الشخص بدها تروح ترجع على الطاقة الكبرى يلي هي the universal energy يلي بالنسبة للدين بينظر لها كربنا أو الإله الأكبر بقى هون بيجي بتطلع بلاقي إنه بيولوجيا خلص هيدا الشخص كشخص يلي هو موجود هون عم بهيدا الحياة زيل بيرجع بالجسم تبعه بيتفكك وبيرجع بيصير جزء لا يتجزأ من هالطبيعة اللي عايش فيها سو هون فتنا بمبدأ السايكل أو السيكل أما الروح كمان إلى سيكل حسب العلم أنا كعم بتطلع فيها كطاقة بدها تفوت على الطاقة الكبرى وبترجع من الطاقة الكبرى بدها ترجع تنزل على جسم تاني يلي هي إذا بدنا بداية رياكشن أو تفاعل بقلب خلية بدها نوع من الطاقة مشان هيك بتشرق نوع من الطاقة يا بيكون الشخص فيها كتير عنده هيك مثل بقوله حماسة أو كتير رايق أو كاب حسب الطاقة اللي بيرجع بيشرقها وهون
كله نقاط هولي نقاط أبحاث أو تكهنات بس إلى مثل بقوله أدلة علمية عم نقدر مثل واحد بالأدلة العلمية يلقط خيوط بس الصورة الكبرى بعدها ما نعود. طب شو داش ما بعرف إذا مهم إنه عم الروح عم نعتبرها بالعلم طاقة اللي هي طاقة عم ترجع تروح عم ترجع تتفاعل مع أشياء بينما عند الدين المسيحي أو عندك بالنسبة لك هي روح لحتى هي روح لحتى تتلاقى مع ربنا. أكيد. يعني كيف نفسر هالموضوع؟ هيدي روح الله. يعني اليوم والعلم بيقول إنه الطاقة اللي عنده إياها الإنسان جزء لا يتجزأ من الطاقة الكبرى. إذا بيجي بتطلع بالترجمة تبعها عند الدين ربنا هو الطاقة العظمى ونحن على صورته ومثاله. يعني نحن جزء لا يتجزأ، جزء صغير من هالطاقة الكبيرة. وبالدين بيقولوا أنا جزء من ربنا، يعني فيني طاقة من ربنا أوكي مصغرة يمكن على قياسي بس ربنا هو الطاقة الكبرى يلي هي نحن على صورته وعلى مثاله. طيب جون بيير اليوم في أديان أخرى ما يعني الروح بس تنتقل ما يعني بالنسبة له ما بتنتقل عند 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 ربنا بالسماء. يعني هيدي الروح شو هي؟ لوين بتروح؟ يعني خلص هيدي الروح بالنسبة لهم مش ممكن تتلاقى مع ربنا، مش ممكن تتواجد مع ربنا، أو هن المخطئين. هذا شيء ما بينعرف. هذا الحياة الثانية عندنا هي إنه نتلاقى بيسوع لما نتلاقى فيه. يعني خلص نحن هذا الناطرينه، يعني هذا نحن عم نعيش على الأرض عم نحضر حالنا من خلال صومنا واعترافاتنا وقدساتنا لحتى نتلاقى فيه. فهذا شيء تاني ما. طيب اليوم دكتور من بعد ما كتير في عجيب يمكن وقديسين ومن بعد الموت عملوا العجائب اللي هي اليوم هذا الشيء هو إثبات لنا على إنه في حياة بعد الموت. صحيح صحيح. والطاقة إذا بدنا يلي كانت موجودة بهذا الشخص إذا بدك بعد موجودة بشكل ما لحتى تتواصل بين الرب وبين الطاقة اللي موجودة عند كل العالم. يعني مثلا انا عم باخذها برجع بقول لك هولي مثل ما بقولوا بالانجليزي they are speculations بس لهم ادله علميه. مثلا الاعجيب اللي بتصير هي ناتجه عن تواصل بين كل الاشخاص اللي عم بتصلي وعم بتتمنى انه يصير هيدا الشيء وبين الطاقه العظمى اللي بتامن هيدا الشيء، لانه الطاقه العظمى هي متصله بكل شيء وبس الشخص يكون عنده إيمان بيحرك هيدي الطاقة العظمى لحتى تكون بخدمة الفكرة يلي هو عم بيصلي بأجلها أو عم بيفكر فيها أو عم بيتخيلها أو عم بيعيشها كل يوم. جون بيير يعني اليوم الحياة اللي قبل ما ننتقل فيها للحياة التانية على الأرض بحياتنا اليومية كيف لازم نعيشها؟ يعني اليوم كيف تعيش حياتنا على هالأرض اليوم؟ لازم يكون في عندك اتحاد كبير بالله. يكون عم بت من خلال شو؟ إن من خلال صلاتك صومك ومارستك لإيمانك المسيحي. بالنسبة للقديسين كان عم يحكي عنه كلنا نحن مختارين نكون قديسين. الله كلنا دعينا إنه كلنا نكون قديسين. مهم نعيش الحب يلي هو عطينا إيه، يلي بذل زيته كرماننا على الصليب، دميته دم سمين هيدا على الصليب نزل. فنحن لازم نعيش هذا الحب يلي عطينا إياه حتى نوصل لمرحلة نكون قديسين كمان. انا ما كمان بعارض فكره انه قديسين يكونوا هيك، ما هو نحن كلنا قديسين على الارض اذا نحن بنعرف نتحد بيسوع. صحيح. طيب اليوم يعني جون بيير منك شايف نهايه بيولوجيه؟ يعني انت متشوق اليوم ل لالتقائك مع يسوع مع ربنا او بتخاف مثلا يكون لا في اشي عكس او لا؟ اكيد انا اذا محضر حالي، لا اذا محضر حالي ما في خوف، بنط من الفرح. إذا بقولولي هلأ يمكن يصير في نهاية للكون، يمكن ينزل الكوكب هلأ ويضرب الأرض وتروح الأرض ونموت كلنا، أنا بقول لك ما رح خاف، رح أقوم وهلل لأنه محضر حالي لحتى أتلاقى بيسوع. رح نحكي بهالمحور الثالث عن موضوع التهيئة اليوم. دكتور شو تعليقك على الموضوع؟ يعني اليوم الروح، شيطان، سما، جهنم، جنة، يعني علميا هذا جواب ما فينا حط، ما فينا جاوب على هالطاقة وين بدها تكون بأي كاتيجوري. أنا برأيي يلي هن الحب إذا بدنا يلي هو love إذا بدك يلي هي إذا بدك ترجمها للطاقة هي the positive energy. أوكي، هي إجمالا اللي بتقرر وين هيدي الروح رح تكون.
يا بتروح بتزول. مثل مثلا رح اعطيك مثل بس لحتى اقدر اعمل مقارنه. اذا سياره اجت وفاتت بحيط، اوكي، جزء من الطاقه بده يفوت بالسياره يلي بتترجم كتكسير للسياره. اذا بتجي بتحط ايدك على الحيط محل ما ضربت بتلاقي في حماوه كتير كبيره. بقى هون جزء من الطاقه راح بتكسير السياره وجزء من الطاقه راح كحماوه يلي بسموه اذا بدك انرجي لوست وانرجي جين. بقى هون نفس الشيء فيك تترجمه اذا بدك على عمليه يعني الروح، يا بتروح ايجابيا يا بتروح سلبيا. يعني علميا في زوال، في زوالين للروح؟ لا، مش بتروح بالمحل اللي لازم تروح، بتروح بغير محلات. بس ما في طاقه، يعني the whole energy does not ما بتزول ولا بتنقص ولا بتزيد. نعم، طاقه وحده من وقت ما بلش الكون. جون بيير، قد اليوم تعتبر الشاب المسيحي، الشباب المسيحيه عم بيكونوا عايشين حياتهم؟ يعني اليوم انت شاب مسيحي، في يعني قد بتعتبر في اليوم شباب مسيحيه عم بيعيشوا الحياه اللي عم بيفكروا بالحياه بعد الموت، او عم بيفكروا كيف لازم يعيشوا هلا لبعدين او لبكره؟ صراحه الشر كتير كبر على الارض، وفي كتير شباب من ديننا المسيحي، ايماننا المسيحي، يعني حياتنا بعيد كتير عن يسوع، ونحن دورنا انه نعرفهم عليه، نحن دورنا نرشدهم. يسوع بقلنا بإنجيل اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فأنا إذا عم بيقول لي يسوع روح وبشر العالم يلي ما بيعرفوا فيه، كيف تشخص بيعرف فيه وبعيد عنه؟ فنحن عم نشتغل على هذا الموضوع لحتى نكون عم نجيب أكتر عدد ممكن من الشباب يصير يعرفوا شو هي الحياة التانية وشو هو يسوع وشو هو حب يسوع. بس أنا اليوم يعني قبل يمكن عم نعد الحلقة طرح السؤال على أكثر من شاب، إنه بتفكر اليوم بالحياة، إنه بتفكر اليوم بالحياة التانية، بيقول لك آخر همي مهم عم بعيش هلا، يعني عم بعيش هلا وبعدين اللي بده يصير يصير. يعني قديش هالموضوع اللي وصلنا له اليوم هو موضوع خطير، يمكن أو نقطة يمكن في منهم حتى المسيحي المؤمن ما عم بيأمن إنه في عنده حياة بعدين، في عنده ملتقاء مع يسوع أو مع ربنا أو في جهنم مثل ما عم بتقول. أو في كتير عالم بتقول انه هي جاي مره واحده على الحياه بتنبسط بدها تعيش، بس مش عارفه انه هيدي خرافه، هيدي حي الحياه هون، هيدي مش حقيقيه. الحياه الحقيقيه هي الحياه الثانيه فوق. بعتقد هذا ناتج عن كتابات طلعت من 30 سنه الماضيين، ناس اسامي الكتاب، بس واحد من الكتب اسمه The Power of Now او Who Moved My Cheese وغيره وغيره من هالكتب، يلي بتقول انه الانسان الواقع اللي عايشه هو واقع اليوم. كل شيء بالماضي بيقول لك الماضي ماضي، انا بطلت عايش هون، بس اللي بقدر اعمله هو هلا اقدر احدد انا مستقبلي كيف بده يكون. وهون انت معك حق بشغله، انه ايه ما عم بيفكروا بده ينبسط، يعني بطل يفكر كيف بده يحسن حياته ويرقي حياته ويرقي الفكر تبعه ويخليه يعلى بالمستوى. ما اخرة النهار ما بدنا ننسى انه الدماغ تبعنا بيفرق كتير عن بقية الكائنات يلي فيه قدرة انه انسان يتخيل، وهيدي قدرة مقدسة اذا بدك بالنسبة للدين وبالنسبة لنا كعلماء، هي اللي بتفصلنا عن الحيوان. قدرة انك تقدر تتخيل هي القدرة انك تقدر تشوف كيف تعمل حياتك بالمستقبل. بالدين بسموها ايمان، بالعلم بسموها imagination. بالعلماء يقولوا imagination is more important than knowledge. التخيل كتير اهم من المعلومات، لانه المعلومات هي معلومات موجودة بس غير متكاملة. كل ما تطور الإنسان كل ما هالمعلومات تطورت معه، بس المخيلة هي اللي بتخلي كل شيء أنت بتتخيله يترجم ويصير عندك بالحياة بشكل جزئي أو بشكل كامل حسب قديش إيمانك فيها موجود. والإيمان بالعلم هي persistence، قديشك هالفكرة أنت معلق عليها وعم تتخيلها وبدك تعيشها وتوصلها. بالدين بسموها قديشك مأمن فيها من دون ما تسأل. وين صار الإيمان عنا هون؟ يعني ليك الطاقة، ليك الشباب المسيحي اليوم. أنا كنت بأمريكا سنة ونص، رجعت على لبنان، صراحة لقيت في فرق كتير كبير بهالجيل الجديد اللي طالع كتير بعدين عن ربه. وبعتقد بدنا نوصل لمحل عم نتجه صوب إنه لا حركة، يعني الشاب صار إنه أوكي إذا ما عملتها أو ما عملتها ماشي الحال، إذا قلعت ما قلعت ماشي الحال. عم توصل لمحل عم نوصل للعدم،
يمكن العدم هو فقدان المعنويات، يمكن لانه ما عم يعني ما عم يقتنعوا انه في نهايه انه في نهايه للعالم، مش بس هيك روحانيا يعني في حياه بعد الموت تانية، ما عم يقتنعوا يمكن بهالفكره او ما عم بيكونوا، مش بس هيك في عندك موجه كثير كبيره يلي هي موجه الماتيرياليزم، يعني الشباب اللبناني اليوم او جيل جديد بكل العالم مش بس بلبنان، كله عم بتاثر ببعضه عبر الانترنت والتواصل الاجتماعي، صار حيلا فكره بتطلع وين ما كان عم تعمل ترند بظرف 3 4 ايام بالعالم كله، بنلاقيهم صفوا انه مثل واحد مش ما بقى عنده هو انه انا بدي اتخيل وشق طريقي واعمل حياتي مثل ما انا عم شوفها مثل ما انا عم بتخيلها، صار التاثيرات اللي عم تيجي من برا كثير عم تطفي من التخيل تبعه للإنسان، والتلفزيون إذا بدنا هو جزء لا يتجزأ صار من حياة الإنسان، إذا بيجي بتطلع الفرق بين التلفزيون والكتاب، بالكتاب بقرأ وبتخيل المشهد، أما بالتلفزيون بشوف المشهد بس مخيلتي مطفية. بقى هالجيل الجديد اللي عم بعيش اليوم عم بعيش صار بمحل انه خلص انا ما بقى فيني اعتمد على مخيلتي، معتمد على شو عم شوف قدامي وبتعايش وبتفاعل معه، وهذا غلط. طيب اليوم جون بيير انت منك من هالشباب اللبناني هالشاب المسيحي، يعني شو اللي بيميزك اليوم عن غيره؟ يعني انت اليوم شو وين نقطة الفصل اللي خلتك تفكر بالحياة التانية بالحياة بعد الموت؟ كإيماننا المسيحي احنا ما عنا دين، نحن منه دين مسيحي، نحن إيمان مسيحي، نحن عنا شخص مميز اسمه يسوع المسيح يلي قلت لك انه فدينا على الصليب بدمه، ويمكن جزء لا يتجزأ من ربنا، يمكن مش هيك الشباب، مع لانه ربنا قال من اراد ان يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما عندنا شيء بيقول يجبر الشباب يجوا على دين المسيح على ايمان المسيح، مش هيك الشباب كثير عم بعد عن يسوع عم بعد عن طريق الكنيسه لانه ما في شيء عم يجبرهم يمارسوا هذا الشيء. ليك كمان في الشيء اللي عم بخليني يفكروا، يعني انا بهمني ضلني عم بذكر نقطه اللي هي الحياه بعد الموت، يعني هذا الشيء اللي عم بخليهم اليوم يفكروا انه في حياه بعد الموت، يعني عدم تخوفهم من هالحياه اللي عم بيروح عليها هو يلي عم بخليهم يعيشوا هالحياه اللي اليوم عم بعيشوها. برجع بقول لك الديانات من قبل كانت مبنيه على الخوف والتخويف، نعم اليوم هن ديانات اخلاقيه، ما فينا نقول انه يعني بس في يعني في شباب يقدر يفسر بطريقتين، اوكي عذاب المسيح ووصوله للحياة وقيامته من بعد الموت، هالعذاب كله بده يقول انه انا بدي اتعذب هالقد لاعمل مثل المسيح؟ لا ما راح اعملها. من ناحية تانية في ناس بيقول لك هالحب اللي عنده اياه المسيح والعطاء اللي عم بيعطيه المسيح وصله للقيامة، بيجي بيطلع بقول اذا انا عشت هالحياة الحب وهالعطاء وهالخير وهالأدف للناس اللي عم بعطي من دون ما اتوقع شيء من غيري، يعني this unconditional giving بسموه، ايه هيدا هو اللي المفروض الشباب يفهموه، وهون دور الكنيسة كمان انها توعي الجيل الجديد انه انت منه حياتك هي رح تكون عذاب وتقهر حالك وتعمل لحتى توصل، لا عيش حياة الحب واعطيه وكون خير الناس اللي بيجوا لعندك تيطلبوا 1000 ليرة على علكة اعطيه 10,000 وخليه له العلكة، يلي بيجي بيقلك أنا خي يعني بدي يكون موجود حميني من تحت الشتاء جيبه واعطيه تياب ولبسه، هالدفء الخير هذا اللي بده إياه ربنا، ما بده إياه إذا بدك هالحرمان عن حالك، إيه لأنه ما في شيء له قيمة بهالدنيا، كل شيء له فترة وبيروح، هالتياب له فترة وبتروح، هالسيارات له فترة وبتروح، المال له فترة وبيروح، أعطيه وشارك الناس وساعدهم حتى تحسن الكواليتي أوف لايف تبعهم. يعني اليوم بتخاف على حياتك؟ أنا لا كشخص علمي بعرف إنه الحياة هي سايكل بدها تبلش بمحل بدها تنتهي بمحل، إذا كان إذا وروحك وروحي بس أنا مؤمن إنه الموت هو قرار، هيدا رأيي الشخصي رح نحكي فيه بعد البريك. مشاهدينا إذا عرفت إنه اليوم أو بكرة آخر نهار بحياتك كيف بتعيشها بعد البريك؟ مشاهدينا مكملين معكم المحور الأخير من حلقة الليلة يلي فيه رح نحكي عن إذا اليوم كان آخر نهار بحياتك كيف بتعيشها لهاللحظة. دكتور اليوم إذا رح أعتبر أنا وياك
قبل في شيء بحياتك مرة صار مشكلة لحدا توفى عندك بالموت هيك وزعلت له؟ والدتي. بس هيدي الحادثة ليك والدتي توفيت كنت أنا بأمريكا ورحت لعندي زيارة وصار معها بالقلب واتسترا اتسترا. اللي تعلمته من هالحادثة أول شيء الموت بالنسبة لإلي هيدا رأيي الشخصي برجع بقول الموت هو قرار. طالما أنت مخيلتك وطالما أنت طاقتك وطالما إيمانك بالحياة وبأنك تكمل مشوارك وتعمل وتحقق أحلامك طالما الموت ما رح يجيك. طالما بتضعف وطالما بتفقد الأمل طالما بتفوت بشيء اسمه غيبوبة الإيمان طالما ضعفت 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 وطرت. هيدا رأيي الشخصي برجع بقول بس إذا بدك ترجم هيدا الشيء للعلم طالما هيدي الطاقة عم تتفاعل فيك وعم تتفاعل مع الطاقة إذا بدك universal energy يلي هي إذا بدك ربنا طالما أنت على تفاعل إيجابي معه طالما أنت موجود طالما أنت على تفاعل سلبي معه طالما رح تدمحل. بتخاف من هالكلمة؟ بتخاف من كلمة موت؟ لا أنا بعتبرها جزء لا يتجزأ من الحياة ويمكن قبل كنت إيه ما كنت أفهم ما كنت أعرف هالقد ما كنت مطلع هالقد ما كان عندي سلم مع نفسي هالقد بقولك إيه بخاف فسلا بقولك لا هذا شيء عامل طبيعي واللي بيخليني أحس حالي إنه عندي شوية زيادة عن زوم ثقة بالنفس إنه أنت لك كلمة فيها لأنه كتير ناس شفتهم بحياتي بس قرروا يستسلموا فلو. جون بيير عم بيقول للدكتور انه انت لك كلمه بقرار الموت، هذا الشيء قديش صحيح يعني؟ لا انا بالنسبه لي صعب قلنا لا احد يعلم حين ياتي السارق. ما حدا بيعرف اي ساعه نهايته اي ساعه بده يموت. انا بالنسبه لي الموت هو قيامه مع يسوع. عندي رجاء كثير. حتى لو صارت الحادثه معي يعني بتخاف من الموت؟ اكيد لا. ما بتقول انه انا اليوم هلا عمر بعدني يمكن انه بعيد الشر عن قلبك بس ما بتقول انا اليوم بعدني عمر بعد انه بعدني شاب بعد عندي حياه لقدام انه يمكن اليوم الواحد بقول لا انه هلا بخاف منه شوي لانه اكيد لا لانه ربنا هو بيعرف كل شيء يعني ربنا هو راسم طريق كل شخص منا وبيعرف صراحه ايمتى بده يقطف الورد من بستانه معك حق الى حد ما بس ربنا عطيك عقل لتخطط فيه لتتخيل فيه لتحقق ذاتك لتعمل تغيير بمجتمعات بالحياة اللي موجودة عطيك مساحة كتير كبيرة من الحرية. أنا لما سلمه ذاتي وقول له أنت تم مشيئتك فيه أنا متنحى بقعد على جنب يعني عم تلغي ذاتك أنا بكون سلمته حياته هو بيتصرف فيها بس عم تلغي ذاتك ربنا ما طلب منك تلغي ذاتك قال لك أنت على صورتي ومثالي يعني أنت عندك الحرية لأنك تكون خلاق ما طلب منك تلغي نفسك ايه اكيد بس طلب منك تتكامل معه وتتفاعل معه وتقوى مثله ما طلب منك تلغي ذاتك كرماله ابدا وهون اذا بدك من العلم والدين بيتفق ما لغيته هو عم يتصرف فيه انا كل خطوه بحياتي مبارك منه كل عمل بعمله بحياتي مبارك منه بيسألك هو موافق عليه بدي اسالك بتتخيل عندك مخيلة؟ بتأمل ما بتخيل بتفكر يعني أكيد يعني موجود أكيد عظيم إذا بتفكر وموجود يعني أنت متكامل مع ربك إذا بتفكر يعني مش مسلم حالك لربك كيف؟ أنت اللي عم بتفكر وأنت الطاقة اللي عندك يعني عم تتفاعل بتصرف فيه مثل ما هو بده أنت عم تتفاعل مع ربك ربك ما في إجي أكيد بالصعوبات وبالإيمان تبعك بخليك تقطع إذا بدك بترجمولك إياها بصور إنه ربك مسك لك إيدك وقطعك إيه بس هيدا هو تفاعل إيجابي مش تفاعل سلبي يعني أنت موجود أنت عم بتفكر مش منك موجود وربك ماسكك ومشيك بدرب هالحياة لو قال له شو جايبك تمشيك كل الطريق جايبك لحتى تتفاعل أنت وتخلق وتعمل لأنك على صورته وعم يساله وبس تضعف بذكرك انه في طريق ايجابيه مش سلبيه ضلك رايح بالايجابيه ما تروح بالسلبيه السلبيه هي شر ايجابيه هي المنيح انا لما اختار انه امشي بطريقه هو ما راح يتركني انا اذا كنت رافض امشي بطريقه ماشي بطريق الغلط كمان ما راح يتركك انا مخير كمان ما راح يتركك ما بقول لك مسير انا مخير انه الله ما بس تعيش حياتي وانا اقرر شو بدي اعيش بس انا لما اسلك طريقه لا هو بهديني بايدي مزبوط بمشينا على طريقه ما فيك تختار بهيدي الطريق فيها شوك كثير بدك تقطعها بدك تدعس على الشوكات توصل لعندي
هو بيكون واقف وناطرنا فتح الايدين. انا لما اكون مستهلك طريقه انا بقول لك يا اكيد ماشي بطريق الشر، انا اردت امشي بطريق الشر اكيد هو بده يقول لي استفلع مول بدك ايه. رح يضل يبعث لي قصص، رح يضل يبعث لي عالم تقعد توعيني، بس يمكن انا اكون هذه الفكره براسي وخلاص انا مقتنع فيها. بس انت اخذت الخيار، بكون انا اخترت انه امشي بهالطريق، بس انا يعني لما اختار يعني بطريقه وامشي انا خلص كل سلمت وكل شيء هو بصير يتصرف فيه. انا هون نقطه الخلاف، لانه انت اخترت تمشي بطريق ربنا، بس ربنا ما قالك الغي حالك، مشي بالطريق الصالحه والمنيحه اللي بتوصلك الي، بس انت في عندك زيتك، في عندك كيانك، في انت موجود على الارض، انت عم بتفكر، انت على صورتي ومثالي كربنا، يعني عندك مساحه من الحريه تكون عم تشتغل فيها، مش انه خلص سلمتك وانا ماشي وبطلت انا موجود. لا انا بموت عن زيتك كيف اوصل لعندك. طبيعي بدي اوصل لعنده طيب توبه صادقه، فاكيد بدي موت. بس ما هون انا بكلامك عم جرب ترجم لك اياه، بس تقول انا بموت بزيتي من زيتي عن زيتي كرمال كرمال كرماله، يعني انت عم بتضحي بحالك، يعني انت عم بتكون عندك الحب الاعظم. أكيد. حب الأعظم بيترجم، حب الأعظم بيترجم بالعطاء، بعمل الخير، بمساعدة الغير، بتسقيف الغير، بتطوير الغير، بتحسين the quality of life اللي نحن عم نعيشها لحتى نكبر بطاقة الفكر، لحتى نكبر بطاقة الفكر تبعنا تنوصل للمستوى المطلوب. وهون إذا بدك زوال الشر هو بالمعرفة. انا بس بالنسبه لي التطور كثير بشع، التطور بيخدنا لمحلات كثير بشعه. انا بالنسبه لي كنت فكر انه التطور والعلم بياخذني لمحل الحاد، يعني بدي اقعد اجي فلفش كتب واعمل كتب بده يخدني لمحل الحاد. ليك يسوع اجى على هالارض ما بوافق بذل زيته كرمالي، انا بدي بدله هذا الشيء، انا باخذ هيدا القرار وبدله هذا الشيء. العلم ما بطريقه، العلم ما بينكر الدين، اكيد ما بينكر. مش دين وقد ما ليك الشك هو جزء من الايمان، الشك هو جزء من الإيمان. الشك للشك ما له طعمة، بس الشك العلمي، الشك العلمي هو لتعميق إيمانك، الشك العلمي هو لتعميق إيمانك، لتعميق إيمانك. أنا بالعكس أنا أيام بتواجه بقصص بتدعيني أني شك، بس بتطلع بقول أوكي عم بحللها بفكر فيها بقارنها مع الإيمان بلاقي إنه لا، هيدي تجربة عم بتعمق لي إيماني أكتر وعم بتعمق لي فهمي بالعلم أكتر. العلميين هن ناس مؤمنين أكتر من الناس العادي لأنه عندهم المعرفة. نعم. طيب اليوم لأرجع للسؤال الأساسي، إذا كان آخر نهار اليوم بحياتك جون بيير شو بتفكر؟ وين بتكون؟ إذا أنا عارف إنه هذا نهار بحياتي، نعم. إذا عارف إنه اليوم بدي ينتهي الكون، بدي آخر نهار من حياتي، آخر نهار من حياتي أكيد مع نهاية العالم. نهاية يلي أنا مش مستوعبة أبداً. بكون عم بحضر حالي لأتلاقى بيسوع اللي هو حبيبي. يعني اليوم تعتبر حالك أنت إنسان مؤهل لحتى تتلاقى بيسوع؟ يعني أنا اليوم جون بيير صرت إنسان مؤهل جاهز لحتى أتلاقى بيسوع؟ مش أنا هذا اللي بقرر هذا الشيء، هو بقرر هذا الشيء أكيد. طب كيف أنا اليوم بيجي على الأرض مثل اللي عم تعيش حياتك لحتى بالصلاة وبالطوب وبكل شيء لحتى تكون مهيئ؟ ما قلت تعمل كل هو وتكون مش مهيئ؟ ما الإنسان كل تكي معرض للتجربة، كل تكي معرض للخطيئة. نعم. فأنا أكيد ما في أقول عن حالي أنا جاهز هلأ نكون حده بالملكوت حتى. نعم. طيب هاللحظة يلي هالنهار يلي رح تعرف فيه اليوم نهاية العالم، وفكرت في شي مرة؟ يعني فكرت وين ممكن تكون، شو بتكون عم تعمل بهالنهار، شو بتكون عم تتصرف؟ لا ما اجى براسي ابدا، ما فكرت فيه. طب هلا اذا قلت لك عبكره نهاية العالم، وين بتفكر حالك ممكن تكون كل النهار شو عم تعمل؟ اكيد ساجد قدامه، ساجد قدام الاربين المقدس. وشو بصير برايك؟ شو رح يصير بالعالم تعتبر؟ يعني بالعالم ولا في انا فيك وبالعالم، يعني هالعالم رح يصير عبكره تعتبر خلص رح يعني. اذا راح العالم انا بدي التقي بحبيبي يسوع، بكون فرحة عمري هذه لقائي فيه. طيب نفس السؤال لك دكتور، شو كون عم بعمل؟ يعني إذا عرفنا إنه عبكرة نهاية العالم، صراحة أنا هذا السؤال يعني أنا عم بصيغه، أنا عم بكتبه، فكرت فيه لحالي، يعني ما قدرت أقسم نهاري كيف،
يعني بين بين بدك تكون مزبوط عم بتصلي عم مؤمن وبدك تكون مع العيلة وبدك تكون. طيب أنا كرجل علمي بتطلع فيها بشغل طريقتين. أول شيء there is always a probability إنها ما تصير. So بيجي بتطلع فيها إنه أنا الطريقة اللي ماشي فيها بحياتي اللي هو السعي الدائم للمعرفة وللمعلومات ضلني مكمل فيه لآخر تكي. لآخر تكي. عايش حياتك طبيعية. عايش حياتي الطبيعية مكملة وعايشها بالحب وبالعطاء وبالعمل الخير وبتحسين الحياة وبتحسين شروط الحياة ضلني مكمل فيها لآخر تكي. بلعب اللعبة مثل بقوله لآخر نفس. آخر نفس آخر نفس لأنه آخر نفس ما عندي أنا سيطرة بقيت عليه. إذا الدنيا خلص اختربت وانتهت مش يعني وقفت انتهت بالنسبة لنا بس في إلى بداية تانية يلي نحنا بالحاضر والواقع تبعنا منا قادرين نشوفه مش يعني منه موجود وبراهين والأدلة بتقول أنه الطاقة رح ترجع تتجدد محل تاني. نحنا بالنسبة لنا بالوضع اللي نحنا فيه وقفت وانتهت بس تحويلها وتطويرها بده يكون بطريقة تانية وبشكل تاني يلي هي بالدين بيقولوله بيلتقى بالمسيح. نحنا بالعلم بيقولوا it's another form of life. اوكي it's another form of life. so منا متعارضين مع الدين المسيحي. another way of life بدها تكون مع الخالق او مع الطاقة العظمى اذا بدك تترجمها into frequency. مثل كل حلقة مشاهدينا رح نكون وللحلقة الأخيرة مع مداخلة من أبونا زياد لحتى ناخد منه رأي الكنيسة حول هالموضوع يلي هو أكثر جدالا عن نهاية العالم وعن الحياة بعد الموت. مساء الخير أبونا. أهلا حبيب. حابين ناخد منك الليلة رأيك حول رأي الكنيسة حول هالموضوع وكيف بتنظر له. مسيك بالخير، مسي ضيوفك وكل مشاهدينا الأحبة. نهاية العالم هو موضوع بيشغل كتير من الناس والآراء مقسومة بهيدا الموضوع لأنه لكتار من الناس هيدي النهاية بتطرح أسئلة وهواجس وحتى بتوصل إلى رعب وخوف. وبالمقابل في عنا أشخاص تانيين هل النهاية بيعتبروها نهاية حتمية وطبيعية للوصول إلى مكان آخر أو إلى حالة أخرى. إذا بقى ناخد على مستوى الأرض اللي نحن عايشين عليها كلنا بنعرف إنه هالأرض تحولت ومرقت بعصور كتيرة ولكن رغم كل التبدلات ورغم كل الأمور يلي حصلت هالأرض بعدها مكملة. فكيف بالأحرى هالإنسان يلي موجود على هيدي الأرض ويلي هو نعمة من ربنا وحب من الله على هيدي الأرض، فهيدا الإنسان حتى لو كنا بدنا نقول إنه في إله نهاية على ضوء الإيمان النهاية يلي بيحكوا عنا عالميا هي عمليا انتقال وولادة جديدة. فمشان هيك منلاقي إنه الإنسان المؤمن بيشوف إنه نهاية العالم هي شغلة طبيعية وعبور طبيعي للقاء الآب ولقاء ابنه يسوع المسيح والانضمام إلى شركة القديسين. أما من ناحية تانية فمنشوف إنه الأشخاص يلي من قلب العالم ويمكن مأثر عليهم روح العالم أكثر من غيرهم بيتوقفوا على علامات قاسية وعلامات صعبة على الزلازل على الهزات الأرضية على ما بعرف كل هيدي الأمور يلي تدخل الخوف والرعب إلى قلوب الناس ومنلاقيهم أنه صايرين عايشين بترقب هلأ بتصير هاي الشغلة لا بعد شوي بتصير هالشغلة وشو بدنا نعمل وإلى ما هنالك يعني عطلانين هم هيدا الموضوع. بحب أنه نفهم كلنا سوا أنه وقت نهاية العالم مثل ما بيقلنا يسوع ما حدا بيعرفها. هيدي أول نقطة كتير مهمة حتى الابن بيقلنا يسوع ما بيعرفها إنما الآب وحده. مشان هيك ضروري إنه ما نسمع لحدا بهذا الموضوع ولا نصدق حدا ولا نتكل على حدا إنه هو بيملك المعرفة بخصوص نهاية العالم. ولكن من ميلة تانية وقت اللي نحن منكون مسلمين ذاتنا للرب
وموجودين بين إيدي، فبعتقد أنه هذا بيعطينا أمان وسلام أنه وين ما رحنا وين ما رح نوصل فنحنا بأيدي أمينة. ناخد مثل الأرض يلي ولدت ولادات كتيرة وبعدها لحد هلأ موجودة، حتى الإنسان وقت اللي كان ببطن أمه وبعدين ولد ولادة شاف فيها نور هالعالم، يمكن بينه وبين ذاته فكر أنه كانت نهاية العالم بالنسبة لإله، ولكن لا، كانت ولادة جديدة لحياة أفضل ولا حالة جديدة لإله. فبدي منكم أنه دايما توثقوا بربنا، يكون عندكم رجاء. كل ولادة في إلى مخاضة، في إلى ألامة، في إلى صعوباتها، ولكن مع الرب نحن دائما ننتقل من نعمة إلى نعمة، من مجد إلى مجد، من حالة فيها فرح إلى حالة فيها فرح أكبر. وشو همه المؤمن إذا كان عم بيعتبر، وإذا كان الرب قال له أنه أنا ناطرك لحتى توصل لعندي. فهيدي الساعة هي ساعة اللقاء، وبالنسبة لنا للمؤمنين هي ساعة العيد، لأنه أنا رح كون مع الرب ومع الرب على الدوام. شكرا أبونا زياد. بدي أشكرك بختام هالحلقة يلي هي آخر حلقة بموسمنا. بدي أشكر وقتك اللي أعطيتنا إياه ومدخلتك بكل حلقاتنا، على أمل نرجع نتلاقى فيك بالسيزن 2. مشاهدينا، قبل الختام جون بيير، قبل ما نختم أنا بدي أشكرك، بدي أشكر الوقت اللي أعطيتنا إياه. شو بتحب توجه اليوم رسالة أخيرة لهالشباب المسيحية حول الهاجس اللي عندهم إياه، طبعا نهاية العالم، عن الحياة بعد الموت، شو بتقلهم؟ أول شيء بدي أشكر الله عليك، أنت كمان بدي أشكر يسوع عليك، عم بتوجه رسالة حلوة للشباب. مرسي. بدي أقول للشباب أنه عيشوا الحب بحياتكم، عيشوا يسوع بحياتكم. ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه. اختبروا يسوع بحياتكم، وما تخلوا الشيطان يلعب بكل قراراتكم بحياتكم على الأرض. تذكروا وصايا الله اللي عطينا إياهم، وعيشوا الحياة معه من خلال كلمته. مرسي لك جون بيير، والله يقدسك ويباركك يا حبيبي. دكتور نجيب، أنا بدي أشكرك على استضافتك الثانية، وجودك معنا اليوم. بالختام شو بتحب توجه كلمة أخيرة حول الموضوع حلقتنا الليلة وعن بعدين؟ أول شيء بشكرك على هالحلقة، وبشكر أنك عرفت عن جون بيير. بقولهم للشباب، آخرة النهار اللبناني بيتميز بقديشه خلاق، قديش مثقف، قديش عنده أخلاق. هيدي شيمنا، وهي دول جغرافيتنا، وهي دول المنتج تبع 6000 سنة حضارة. وبقلهم بالختام، نحن كديسو هذا الشرق. شكرا لكم، شكرا على الوقت اللي اعطيتونا اياه. مشاهدينا، قبل كلمة الختام، كيف بتعيش سؤال طرح على أكثر من موضوع بحلقات مختلفة مع ضيوف بوجهات نظر مختلفة، كل واحد عن غيره. اليوم وصلنا لختام الموسم الأول من برنامجنا سيزن 1. أكيد بهالنهار ما في ما أشكر بالأول ربي اللي كان هو الداعم الأساسي والأول والأخير لإلي. وأكيد بدي أشكر الأبونا جان أبو خليفة اللي هو رئيس مجلس إدارة تي في تشاريتي، يلي آمن منذ البدء بهالبرنامج بمواضيعه، يلي كان كمان الداعم الأساسي لألنا، وهو بمباركته لحتى نكفي السيزن 2. كما أنه بدي أشكر كل فريق العمل والمخرج دانيال فضول يلي كمان كان له الفضل الكبير، كما وأنه بدي أشكر الأبونا زياد الأشقر. والأكيد بالختام مشاهدينا، الشكر الأكبر هو لإلكن على وقتكن اللي عطيتونا إياه من جمعة لجمعة، على أراءكن اللي كانت عم توصلنا حول هالبرنامج وحول مواضيعه وحبكن لإلو. مشاهدينا، بختام موضوع حلقتنا، إذا كانت نهاية العالم بعد ثواني أو بعد فترة زمنية، ما رح تتغير حقيقة السؤال شو في بعدين. سؤال مرة أحد القديسين، إذا قالوا لك بكرة رح تموت، شو آخر شيء بتفكر تعمله؟ بجاوب هالقديس وبيقول، إذا كنت عم بلعب بكمل لعب.
وطبعا الهدف يقول هالقديس انه انا مستعد بحيلا ضيقه موت لاني مستعد دايما وروحي وذاتي وكل شيء فيي مستعد. وهيك حياتنا لازم تكون، لو قربت نهاية العالم أو ما قربت مهم تكون مستعد لبعدين ولنهاري اللي رح توقف فيه أمام الله وتقدم له أعمالك ومحبتك وإيمانك وصلواتك يلي عشتها على هالأرض. أعمل يومك كأنك تعيش أبدا وعيش حياتك كأنك تموت غدا، وساعتها بيبقى قرارك وقناعتك وأنت اللي بتقرر كيف بتعيشها. تصبح عليك.